دلوقتي هنحاول نعمل برنامج ان احنا هنخلي الموتور لما اعمل رن للبرنامج هخلي الموتور يشتغل مثلا مع عقارب الساعة 3 ثواني، بعد كده يقف ثانية، بعد كده يشتغل عكس عقارب الساعة 3 ثواني، بعد كده يقف ثانية ويكرر العملية من اول وجديد. نعملها ازاي دي في اللافيو؟ العملية دي عشان نعملها هنحتاج ان احنا نستخدم بالنسبة لنا حاجة اسمها فلات سيكونس. فلات سيكونس عندي في اللاب فيو اللي هو بيقول لي نفذ لي الشرط اللي هنا الأول، بعد كده نقول لي على اللي بعديه، بعد كده نقول لي على اللي بعديه، بعد كده نقول لي اللي بعديه، وهكذا. فأنا لو عايز أضيف، هكبر دي شوية، لو عايز أضيف سيكونس بعديه بدوس كليك يمين، بعد كده أد فريم أفتر، اكبره بالشكل ده. بعد كده عايز اضيف بعديه فريم برضو، اعمل اد فريم افتر، بعد كده اضيف اد فريم افتر. ليه انا عملت 4 فريمات بالنسبه لي؟ ليه؟ عشان انا دلوقتي هشغل الموتور هنا في الاول انه يلف يمين، بعد كده يقف، بعد كده يلف شمال، بعد كده يقف. فانا عايز كده 4 سيكونس مع بعض. يبقى هيبدأ الاول 1، بعد كده 2، بعد كده 3، بعد كده 4. تمام. هنعتمد برضو على نفس الحاجة في الأول، إن احنا هنعمل ميكر هاب لينكس اوبن، كليك يمين ميكر هاب لينكس كلوز، هنقفل. تمام. جوه بقى السيكونس هنبدأ نتحكم في الموتور. هنعملها ازاي؟ احنا قلنا ان الموتور عشان نشتغل الموجود عندنا في الكيت بنعمل بريفلرز ديجيتال رايت، بنكررها مرتين وبنضيف معاه بلس ويدث ميدوليشن. اللي هو الديدو سايكل. جميل. بعد كده يبقى دي المرحلة الأولانية اللي هو هيمشي فيهم مثلا يمين 3 ثواني. المرحلة اللي بعديها هيقف فيه، فأنا مش محتاج الديدو سايكل لأن هو هيقف، فمش محتاج إن أنا أكون واخد سرعة. هضيف في التالتة ان هو هيلف عكس، وفي الاخيرة بالنسبة لي اللي هو هيعمل بريك، وبعد كده العملية تتكرر تاني. تمام. طيب يبقى احنا كده خلصنا الالمنتات الاساسية. هنبدأ نوصل ما بينهم. نوصل حاجة الريسورس، كده نوصل الايرور، تمام. بعد ما وصلنا الايرور مع بعض والسورس مع بعض، ناقص ان احنا نظبط موضوع الشانل وموضوع الفاليو. طيب انا عندي هنا في الاخر عندي بس 2 تشانل هما اللي اتغيروا مع 3 تشانل اللي معايا. فانا لو سمحت ان المستخدم هيعملهم، هعمل اجي عند الاولاني هنا اعمل كرييت كنترول اللي هي البنايه بتاعت الاردوينو اللي هي لو ثابته عندها في الكيت 22 23 و6. لكن انا ممكن لو عايز اسمح للمستخدم ان هو يعملهم هعملها له كنترول. هاجي هنا برضو هعمل كرييت كنترول، واجي اعمل هنا ايه كرييت كنترول. طيب بالنسبه لي دي على نفس التشانل ولا تشانل مختلفه؟ على نفس التشانل. فاجي اروح ساحبها كده ووصلها بالتشانل رقم 1، ما اعملهاش كرييت كنترول تاني حتى لو انا عايز اسمع المستخدم، عشان ما تطلعش عندي في الفرونت بانل في الاخر كميه حاجات متكرره. فانا بوصلها من هنا على طول، هو هيفهم ان هو رايح على نفس البن فيوصلها. نيجي ناخد دي برضو على نفس البن، نوصلها بالشكل ده، واول واحده على نفس ايه، على نفس البن، لان هما كلهم مربوطين على نفس الشانل. طيب الشانل 2 نفس الفكره، نوصلها ب2، شانل 2 هوصلها ب2،
وتشيل الاتنين هوصلها بإيه؟ باتنين. طيب والديوتو سايكل هوصلها بالديوتو سايكل. بكده احنا لو بصينا في الفرونت بانل هنلاقي هما تلاتة بس، مش هحتاج ان انا اضيف 8 او 10، واختار اخلي المستخدم اصلا هيكرر نفس الرقم مرتين، فاحنا مش محتاجين الموضوع ده. ناقص بس هنضيف هنا بالنسبة لي الكرييت كنترول للفيزا ريسورس. طيب بالنسبة لي بقى انا عايز ان هو يلف، هنضيف هنا الايرور، نسيت هنضيف الايرور، هنضيف الايرور سمبل ايرور هاندلر. انا بالنسبه لي عايز المستخدم بتاعي ان هو يخلي الموتور يلف يمين اللي هو كلوك وايز، بعد كده بريك، بعد كده كاونتر كلوك وايز، بعد كده ايه بريك. هنعملها ازاي؟ هنيجي عند الفاليو هنا هنعملها كرييت كونستانت. ليه؟ لا مش عايز المستخدم ولا يتحكم فيها، انا عايز هو كونستانت لوحدي. فاول حاجه ترو فولس عشان يلف معايا كاونتر كلوك وايز، يلف كلوك وايز مع عقارب الساعه. واعمل هنا كرييت كونستانت نكتب 1 هيلف باقصى سرعه. بعد كده هيعمل بريك. احنا قلنا البريك بالنسبه لي في الدرايفر اللي معايا ده بحط له ترو ترو، كرييت كونستانت ترو، كرييت كونستانت ترو، كده هيعمل بريك. هنا هنعكس كرييت كونستانت create constant false create constant true. انا ممكن اغير ما بينهم لو وقفت عندها كده وتحولت لعلامه اليد، اضغط عليها اغير من true false false true، وهدي له السرعه بتاعتي بواحد، create constant واحد. هنيجي هنا برضو عشان اعمله بريك بعمل كليك يمين create constant false او true create constant. تمام. طيب انا دلوقتي هينتقل ما بينهم على طول ومش هعمل ديلي، فانا عايز اعمل ديلي ما بين كل سيكونس والتاني. بختار كليك يمين تايمينج واختار ويت، والويت هنا بالملي سكند، فبعمل كليك يمين كرييت كونستانت واختار مثلا 3000 ملي سكند اللي هي 3 ثواني. نختار من هنا برضو نعمل كرييت كونستانت ونختار 1000 لو انا عايز اقف ثانيه، كليك يمين او نختارها كوبي بيست مش تفرق، صح كليك يمين كرييت كونستانت اختار 3000. بعد كده نختار كليك يمين كرييت كونستانت ونختار 1000 بكده 3 ثواني، بعد كده يقف ثانية، بعد كده يقف 3 ثواني، بعد كده يقف ايه يقف ثانية. هنحط الكلام ده كله في وايل لوب. ناخد اللوب كونديشن نوصله مع ايه؟ مع الايرور. كده البرنامج خلص معايا. لو جيت اشغله زي ما هنشوف دلوقتي على الكيت ان هو هيلف معايا 3 ثواني يمين، بعد كده اللي هو مع عقارب الساعة، بعد كده يقف، بعد كده يعكس مع عكس عقارب الساعة، بعد كده يقف ايه ثانية، والبرنامج يفضل يتكرر تاني.